l'équipe type. L'équipe type. بيه لعبت تيبوف في جمعيات مولاد مازال دقيقتين باش تعملنا فيهم احسن 10 من لعبيه لعبت معاه. اي لعبت معاه. لعبت معاه انا باش نسميك. خاطر مش على الجارديان هي مشكله الكل في الجارديان. شبيه الجارديان الكل متوسطي مش متوسطي معناها نفس النيفو اللي كنت معاه فهمت سوى الاسد الهمامي سوى دحمان سوى فاروق سوى عاطف فهمت هما متقاربين. اي شكون تختار؟ انا بالنسبه لي انا عندي انا عندك الاسد الهمامي عنده عنده صادق بغير ما تعرف عنده ليه بالرسمي خاطر ريت الجمعيات في تونس ما عنديش وقت باش نحكي لك اما مش مشكل ما يسالش قول ريت الجمعيات في تونس ما يشوفوش معناها الجارديانيات في تونس فهمت ديما اللي كان طلع واحد ضربه هكا ياخذوه ما ضربش هكا كاع فهمت هذيك عليه باهي كمان في ساعه على اليمين باهي في نحكي لك في تنبكم راهو حمزه العقربي على اليسار علي صار سيل اسامه السيل اسامه سيل برشا كوره تطويل لعب ما لا بيجا بيجا برشا كوره مطلوب مسا جماعيات في اللاكس مريح وعيفة في الوسط انت حط روحك ديس وحط لي معك زوز بيفوي ولا حط... عندك شي مايخ ليه نورمال نحط فهمي معواني ونحط راه نحكي معك بالرسمي راه من قلبي راه اسامه بن عيد نتاع سليمان برشا كوره وين لعبت معاه؟ لعبت معاه في سيوتي اوكي برشا كوره القدام القدام نحط راه في توم بوكم راني ما نديش نحط زهير اش بك تبرر لي خويا مليك ليه خاطر تدخل اي جوير يطلع بنيفو يهبط زهير وشكون نحط زهير ونحط صابر ونحط جاب ويجيب لي اي واحد جمعيه يربحني بالنسبه لي